فكره خايف اصيف يحصل اغضب ربنا فانا مش هصيف، فكره غلط، فكره فيها تقوقع، فكره فيها ضعف شخصيه. ليه ضعف شخصيه؟ ايه قيمه الامانه والصدق وغض البصر والمجاهده وانت عايش وسط ثلاث احجار؟ يعني واحد قفل على نفسه اوضته علشان يتجنب الوقوع في الخطا، دي مش فكره صحيحه. انا مش بقول تروح تصيف فتروح للاماكن الحرام، لكن انا بقول انا عايز اسافر انا واصحابي، عايز اسافر انا واهلي، عايزين نصيف، عايزين ننزل ميه، عايزين ننبسط، عايزين ناكل بره، عايزين نتفسح، عايزين نخرج من الجو، واحنا طالعين كعيله واحنا طالعين كاصحاب محترمين، طبعا تسافر وطبعا تحتك. والنبي قال له يا حنظله ساعه وساعه، لما قال له عايزين نفضل زي ما بنبقى قاعدين عندك في المسجد يا رسول الله على طول، قال له لا، قال له ساعه وساعه طالما بتجتنب الحرام. وعلى فكره حلو قوي انك تطلع تصيف حتى اماكن فيها حاجات حرام، بس انا ما بعملش الحرام. ورساله قويه جدا جدا جدا، انا ما بعملش الحرام، انما انا مش منعزل وانا منفتح، وانا ببعت رساله كبيره اسمها لا صدام بين الإيمان وبين حياتي المعاصرة، أنا في وسط الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، لأن الأول ما هتخالط الناس في حاجات هتضايقك، خير من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. ليه يا رسول الله؟ طب ما ينعزل أحسن. أبدا، النبي عايزك في وسط الناس، عايزك اجتماعي، عايزك معتز بإيمانك وفي نفس الوقت منفتح. دي الشخصية اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايزها، منفتح جدا، ما بيعملش الحرام أبدا. إزاي قاعد في المصيف؟ مش بقولك قاعد في حتة حرام 100%، لكن أنا قاعد في وسط عيلتي، أنا قاعد في وسط أصحابي، إحنا نازلين على البحر. في حاجات بتحصل غلط متجنبها، بغض بصري وفي نفس الوقت بحاول أستمتع بعيدا عن الحرام، وبعمل لنفسي برنامج يخليني بعيدا عن الحرام، والبرنامج ده فيه ذكر، والبرنامج ده فيه تأمل، وفيه لعب كورة، وفيه نزول مية، وقعدة مع العيلة، وبنجيب أكل وناكل مع بعضينا وانبسط، وارجع لبلدي تاني للشغل بهمة عالية، ويبقى المصيف جزء من تجديد حياتي، ويبقى المصيف جزء من تجديد قدرتي على الإيمان وعلى العبادة، وهناك هصلي وهعبد ربنا. التوازن حلو والانغلاق وحش.